واحد السلام عليكم الاخوان وتحياتي لكم اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. دائما احنا كلنا مغاربه، ما كاين عنصريه بين هذه الدوله ولا المدينه ولا هذه المدينه. احنا كلنا مغاربه، الله الوطن الملك، تجمعنا رايه حمراء ونجمه خضراء. المهم اخوتي نهضر في واحد الموضوع لي جدي، هذا الانسان اللي سميتو براده الله يرحمه هذا النهار، كنتمنى من جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وحتى العرب الدول العربيه يترحموا عليه. الله يرحمه في هذا النهار، انسان اللي باقي صغير من مواليد 1989، يعني جينيراسيو ديالنا. هنا باش كتعرف ان الاخوان ان الحياه عندها نهايه ديالها، كل حاجه عندها النهايه ديالها. انسان يدير علاش يرجع في هذه الحياه، انسان يدير علاش يرجع. كنقولها لكم اخوتي، ركزوا لي على الصلاه، ركزوا لي على رضا الوالدين، ركزوا على الخير، صدقوا، ديروا الحوايج اللي زوينين اللي رضاو الله عز وجل. الاخوان والله حتى كنهضر معكم بالصدق وبجديه، اقسم لكم يمينا، بعيد على الكونسيبت ديال الضحك وعلى التفاهه والتنمر وكذا. انسان مره يجر واحد بيبليك ينصحهم، حتى الحياه خاص الانسان يوجه. حتى واحد الانسان كيقول لك مؤثر اجتماعي، واحد الانسان يوتيوبر، واحد الانسان تيك توكي، واحد الانسان صحفي، واحد خاص مره يفيق بيبليك، لان متبعين دراري صغار، متبعين ناس كبار، متبعين كذا. الله يجازيكم بخير، الرجوع الى الله عز وجل. انسان واخا يدير جميع المعاصي، باب التوبه مفتوح دائما. ها هو انسان مات اليوم مات البارح، مات واحد عاوتاني انسان مسكين في الجرف ولد جديده، فهمتيني. الموت كدير الناس زوينين، ما لاحظتوش واحد القضيه؟ هذا الموت حاليا اقسم لكم بالله كدير غير الناس زوينين، ما كتجيش في ولاد الحرام، ما كتجيش في هذوك اللي عندهم كرافات وكوستيم وكروش كبيره، ما كتجيش في هذوك اللي نهبوا المال العام، ما كتجيش في هذوك اللي كيسيطروا علينا في هذا العالم، ما كتجيش فيهم، كتجي فينا احنا الدراويش دائما، وكتجي في الناس الزوينين وحق الله العلي العظيم. لهذا اخوتي الله يرحم لكم والدين، ربما الله عز وجل كيصيفط لنا واحد الانذارات، واحد الميساج كيقول لك باللي راه انا كنفلتري دابا حاليا. الله عز وجل راه كاين واحد الايه ما بغيتش ندخل فيها، كاين واحد الايه باللي الله عز وجل واحد الوقيته غيدي غير الناس الزوينين، وغيخلي هذوك الملاهين في الدنيا اللي تابعين الفلوس، اللي تابعين الدريات، الفتن، اللي تابعين الفيلات، الديور، الطوموبيلات، الذهب، اللي تابعين المناصب، اللي تابعين شحال من حاجه وحاجه، تابعينها كاملين دابا، فهمتيني ولا لا؟ غيخليهم بوحدهم، غيخلي ولاد الحرام بوحدهم، والناس زوينين مساكن هما اللي كيمشيو عند الله عز وجل. هي كيقول لك انا لله وانا اليه راجعون. انسان يامن بها، راه واخا تجمع الثروه، واخا دير الفلوس، واخا دير اللي درتي، احسب راسك ميت ميت، احسب راسك ميت. انت تريد وانا اريد وهو يريد، والله يفعل ما يريد. سالينا راه ما شوف، راه واخا دير اللي درتي في الدنيا، واخا تجري جري الوحوش في البريه، والله اخي والله ما غدي معاك الا ما كتب الله لك. انسان اللي كيقول لك انا فقير وانا هادي وانا كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقير. انسان خاصو يصبر، خاصو يكافح طريق الله عز وجل، الصحه. هو انسان راه رياضي ومات، باش تعرف واحد القضيه، شحال من واحد كيقول لك لا راه قتل، كاين اللي قال لك راه هادي اللي كتقتل، هادي اللي كتقتل. لا شوف، ملي كتجي ما كيجي الله عز وجل، ملي كيبغي الساعه ديالو، ملي كيبغي الامانه كتجي، كترجع لمولاه سالينا. والحمد لله كاين الموت، حيت كون ما كانش الموت كنا غنعيشوا مع الطوغاة في هذه الحياه، قسما بالله حيت كاينين الطوغاة، كاينين الطوغاة بزاف. الحمد لله ملي كاين الموت، الحمد لله ملي كيتفلتر بنادم، الحمد لله كاين الجنه وكاين جهنم، الحمد لله كاين الخير وكاين الشر، الحمد لله حنا كنعيشوا في دوله اسلاميه وتزادينا مسلمين وغنبوتوا مسلمين. يا ربي يا ربي، انا كنقولها دائما ملي كنبغي الناس كنشاهد وكنقول يا ربي ما ديني تترضي عليا. كلنا خطاؤون، ماشي ما خطاؤونش، كلنا خطاؤون خير وخطائين تواب. لهذا اخوتي الله يرحم لكم والدين، بغيتكم تخليو كومونتيرات زوينين، بغيتكم ترحموا لهاد الناس اللي ماتوا، بغيتكم اخوتي بنادم يصفي رقبه ديالو مع الله عز وجل، بنادم يتريني يصلي عباد الله طريق زوينه، صدق، تهلا في الوالدين، تهلا في الحيوانات. وانا لله وانا اليه راجعون. سالينا، صدق الله العظيم.